السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنرسم مع بعضنا اسهل رسمة ممكن تشوفها او ممكن ترسمها، سواء كان في اي مكان او على ورقة او مثلا على حائط. رسمة 3D بسيطة وسهلة قوي، وتنفع لاي مكان او اي شيء انت عايز تعمله في اي مكان في الشقة، سواء في البلكونة او في الأوضة او في الصالة، في اي مكان ممكن ترسمها بكل بساطة وبكل سهولة. لو انت اول مرة تخش على قناتي، يا رب فضلا منك وليس امرا مني ان انت تعمل الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا مع بعض نبدأ الرسمة ونتقابل في نهاية الفيديو. وكده تكون الرسمة خلصت زي ما حضرتك شايفين. خلاص كده الرسمة بتخلص مع بعض اهي، من اسهل رسوم الثري دي اللي ممكن تعملها في اي مكان عندك في البيت او في اي مكان عندك في المحل برضو تنفع. شكل جميل وبسيط خالص وسهل. ياريت لو انت اول مرة تخش على قناتي تعمل الاشتراك وتفعل الجرس. انا الاستاذ اشرف عفيفي على اليوتيوب، وقناتي اسمها قناة الاستاذ اشرف عفيفي على اليوتيوب. أتمنى تزورني وتسمع فيديوهاتي عشان تستفاد ويوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد،
ودي من الرسمات او من الرسوم اللي ناس كتير سألتنا عليهم، وحبيت ان انا اعملها لكم. شكرا على مشاهدتكم وشكرا على متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.